هذا عرش بلقيس، هذا الولد صغير هو معه مفتاح، حين يبي مفتاح وندخل. هذا راعي المفتاح، ها يا يفتح لنا الباب. تخيلوا عرش سبأ، هذا الحارس ماله. في دول ثانية يحطون هيئة كاملة ممكن تدير هذا المكان، هني هذا الهيئة. هذه صالة الاجتماعات على قولتهم، وهني عرش بلقيس. تطلع على الدرج هذا وهالمكان عرش بلقيس. هذا معبد الشمس أو معبد أوام في مملكة سبأ. طبعا هذا مسروق منه العديد من الآثار، بعضها موجود في بريطانيا. هذا بوابة المتحف، هذا الحارس. هذا 20 سنة يعمل في هالمكان بلا راتب بدون سكن. وريتكم هذا المكان لا راتب ولا سكن، عيشه بأكل بس. راتب 25 مشيت قاعد. الله والله العظيم ما هي. وهذا المعبد اللي اجتمعت فيه مع قومها وقالت فيه الكلام او الخطاب الشهير الذي ورد ذكره في القرآن الكريم. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هذه الكتابات، هذه الحجر الواحدة منها تحفظ في متحف، مو تندفن بالطريقة هذه. طبعا هذا المعبد أقدم من السد. هذا شعار الدولة اللي يبدأ فيه الكلام. شوفوا شوفوا هذا كلها أحجار. هذه الحجر واحد كانوا يسمونه 300,000 دولار لهالشايب اللي برا اللي ملاقي راتب، اللي راتبه 200 ريال سعودي وكان يرفض بيعه ويبلغ عنهم. هذيلا ارتفاعهم تحت الأرض 15 متر. لا تحت الأرض 15 متر. الباب الرئيسي شو هذا والدريب هنا ما شوف. الباب الرئيسي هذا مصدق. هذا عمره 5000 سنة هذا المعبد. وهني كانت منصة لخطابات بالمكان هذا. هذا قبل موسى وعيسى. شوفوا شلون متقن تماما. نعم قبل 5000 سنة هذا الباب. شوفوا دخلنا منه وبعدين شوفوا كله مدفون. هذا كله هني مدفون. شوفوا لوين واصل أرض المعبد. شوفوا هذا الرخام وأيضا مكتوب عليه بعد عليه كتابات. وشوفوا الرخام مو حجر عادي، كله طبعا مدفون. هذا هذا